السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى سبيله واتبع منهجه وسار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا، إنه جواد كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم أيها الإخوة، هذا هو الدرس 17 من دروس شرح كتاب الكبائر للإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له. وقد تقدم معنا في الدرس السابق أن تكلمنا عن مرض القلب وموته، وبينا لكم حينها أن الله تبارك وتعالى ذكر في أول سورة البقرة أقسام القلوب الثلاثة: القلب الحي والقلب الميت والقلب المريض، وأن القلب الحي أصحابه المؤمنون، وأن القلب الميت أصحابه الكافرون، وأن القلب المريض أصحابه المنافقون. وذكرنا لكم حينها أن الله تبارك وتعالى ذكر في الكتاب العزيز الختم والطبع والإقفال وكذلك الران، وبينا معاني هذه الكلمات الأربع المذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى، وأن بعضها أيسر من بعض، كما ذكرنا في الدرس السابق حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الذي بين فيه أن القلوب أربعة: قلب أجرد وهو قلب المؤمن، وقلب أغلف وهو قلب الكافر، وقلب منكوس وهو قلب منافق، وقلب مصفح وهو الذي يجتمع فيه الإيمان والنفاق، فأيما غلب كان ذلك القلب منه. ثم ذكرنا لكم أننا في هذا الدرس سنتكلم إن شاء الله تعالى عن ما يحيي القلب وعما يميته. وقبل ذلك أيها الإخوة، اعلموا أن القلب ملك الأعضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وجاء عند أحمد وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فالقلب ملك الأعضاء، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يحرص على ذلك في دعائه غاية الحرص، فكان يدعو صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم إني أسألك قلبا سليما، وكان يدعو عليه الصلاة والسلام ويقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان يقول: اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. والله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كيف يكون قلب المؤمن حي؟ كيف يكون سليما؟ وما علامة ذلك؟ علامة حياة القلب وقربه من الله تبارك وتعالى ذكر الله تبارك وتعالى. ولذلك جاء في كتاب الله العزيز أنه قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فقلب المؤمن الذاكر لله تبارك وتعالى قلب مطمئن، وهذا الاطمئنان منبعث من كمال الحياة للقلب. ويقول الله جل وعلا في آية أخرى يوضح هذا الأمر: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فمن كان قلبه غافلا عن ذكر الله تبارك وتعالى لم يكن له إلا اتباع الهوى، بخلاف صاحب القلب الحي فإنه يتبع ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وتأملوا أيها الإخوة كيف أن من أعظم علامات استحواذ الشيطان عليك الغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. فإذا وجدت الإنسان ناسيا لذكر الله جل وعلا فهذا أبرز علامات استحواذ الشيطان عليه.
وأنت كذلك تأمل في نفسك، إذا ابتعدت عن ذكر الله عز وجل فهذا من علامات استحواذ الشيطان عليك، وإذا كنت قريبا من ذكر الله عز وجل فإن ذلك علامة حياة قلبك. والله جل وعلا ذكر في كتابه العزيز أمورا عديدة سيأتي بيانها تدل على هذا الأمر، لكن اعلم قبل ذلك أن أعمال الجوارح انعكاس لما في القلب، أعمال الجوارح انعكاس لما في القلب، فلا يأتي أحد ويقول إن الإيمان بالقلب أو يقول إن قلبي حي ثم تجد أن أعماله تدل على خلاف ذلك، هذا لا يمكن ولا يعقل. فمن كان قلبه حيا سليما كانت أقواله وأفعاله حسنة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلحت، أي هذه المضغة وهي القلب، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالقلب ملك الأعضاء، وهذه الجوارح ترجمان عنها مبينة عما يكون في القلب من الخواطر. ولذلك يقول الله جل وعلا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وهو ألد الخصام يفجر في الخصومة، وإذا سعى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب، والله لا يحب الفساد. يشهد الله على ما في قلبه من الإيمان لكن أفعاله تكذبه، أفعاله تكذبه، ولذلك كذبه الله في القرآن. وتأملوا كيف أن الله جل وعلا أوضح ذلك في آيات أخرى مثل قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة. كتمان الشهادة يكون باللسان أليس كذلك، وإبداؤها يكون باللسان، ومع ذلك قال الله جل وعلا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، أعاد الإثم إلى القلب. فأعمال الجوارح كلها انعكاس لما يكون في القلب. واعلم أيها الأخ المسلم أن كثرة إعراضك عن الحق وغفلتك عن ذكر الله سبب لأن يحول الله بينك وبين قلبك. الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فكيف أن الله تبارك وتعالى ذكر في هذه الآية أن عدم الاستجابة لأوامر الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والغفلة عن ذكر الله سبب عظيم للحول بينك وبين قلبك. من الذي يحول؟ الله جل وعلا. لماذا حال بينك وبين قلبك؟ لإعراضك عنه وعن ذكره جزاء وفاقة، والجزاء من جنس العمل. واعلم أيها الأخ المسلم أن من أعظم ما يسبب لك الختم على قلبك، من أعظم ما يسبب لك الختم على قلبك كثرة الجدال والخوض في آيات الله بلا علم. وتأملوا كيف أن الله تبارك وتعالى قال في سورة غافر ولقد جاءكم يوسف بالبينات، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. طيب من هؤلاء؟ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. الطبع على القلب يأتي من المجادلة في آيات الله وكثرة الخوض في آيات الله الشرعية دون علم، دون علم. وانظروا كيف أن الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر وبعدين وش قال واللسان والفؤاد، والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا. طيب ليش قال الفؤاد؟ لماذا قال في هذه الآية الفؤاد؟ ما سبب هذه اللفظة وما سبب إدخال الفؤاد في هذه الآية؟ كون الإنسان يجادل، يجادل باللسان ولا بالفؤاد؟ يجادل باللسان. لكن من كان قلبه مكن لعدم تعظيم شعائر الله فإنه سيخوض في آيات الله تبارك وتعالى بلا علم ولا بينة. ما الدليل؟ يقول الله جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذ أنت إذا جادلت وخضت في آيات الله الشرعية بلا علم وبلا بينة هل أنت معظم لأوامر الله ولا أنت مستهين بها؟ أنت مستهين بها. الذي يعظم أوامر الله وفي قلبه تقوى القلوب وفي قلبه التعظيم لها
لا يمكن أن يخوض في شيء من شعائر الله ومن أوامر الله ومن آيات الله إلا بعلم وبينة. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. أنت اليوم لو قال لك أحد ماذا يقول الملك فلان أو السلطان فلان أو الأمير فلان وأن تعلم أن هذا الكلام سيصله، أتتجرأ وتتكلم عليه؟ لا. ما بالك إذن وأنت تتكلم على الله جل وعلا الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور تجادل في ذلك؟ انظر اليوم الناس كيف يجادلون في آيات الله في مجالسهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغير ذلك، كل هذا والعياذ بالله علامة على عدم تقوى القلب وعدم تعظيم شعائر الله، ومن خاض في ذلك يخشى عليه من أن يكون من هذه القلوب، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك بابا عظيما ذكر فيه كبيرة من كبائر الذنوب، قال باب ذكر الرضا بالمعصية، فالرضا بالمعصية كبيرة من كبائر الذنوب. ثم ساق تحته أدلة منها ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر. ولمسلم عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وله أي لمسلم عن أم سلمة مرفوعا إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه. وفي رواية غير الصحيح بعد وتابع فأولئك هم الهالكون. الرضا بالمعصية أيها الإخوة من كبائر الذنوب، والرضا ضد الكراهية، فالرضا قبول الشيء وعدم النفور منه، والكراهية هو عدم قبول ذلك الشيء والنفور منه. وأثر ابن مسعود رضي الله عنه الذي فيه هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر يدل عليه حديث عظيم يبين لنا هذا الباب، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والحديث أخرجه مسلم. طيب، عليك أن تعلم أحكام الإنكار حتى تطبقها. أولاً عليك أن تعلم أن الإنكار بالقلب فرض عين على كل مسلم، الإنكار بالقلب فرض عين على كل مسلم. فلو وجدنا منكراً، لو رأينا الآن منكراً، الإنكار بالقلب واجب علينا جميعاً ولا واجب على واحد والبقية لا؟ واجب علينا جميعاً واحداً واحداً فرداً فرداً. والإنكار باللسان فرض كفاية، فإذا قام به منا واحد سقط عن الباقين، فيجب مجموعة لا جماعة. والإنكار باليد أيضاً فرض كفاية وليس هو فرض عين على كل مسلم. هذا من أهم ما عليك معرفته لأنه سيوضح لنا معنى هذا الباب. طيب، الإنكار بالقلب ليس له شروط، الإنكار بالقلب ليس له شروط، يجب على كل مسلم رأى ذلك المنكر أن ينكر بقلبه. ما هو الإنكار بالقلب؟ أن يكره صدرك، هذا الرضا بالمعصية، أن يكره قلبك ذلك المنكر ولا ترضاه، أن يكره قلبك ذلك المنكر ولا ترضاه، هذا الإنكار بالقلب. له علامة سيأتي إن شاء الله بيانها، لكن معناه يسير، أن يكره قلبك هذا المنكر ويضيق صدرك به ولا ترضاه، هذا فرض عين على جميع المسلمين. الإنكار باللسان له شروط، له شروط. ما هو شرطه؟ القدرة، أن لا يكون الإنسان أخرس مثلا، والقدرة يدخل في ذلك أشياء أخرى أيضا. والأمر الثاني، الشرط الثاني، أن لا يترتب على إنكارك باللسان ضرر أعظم. يعني مثلا إنسان عنده مدير كل ما دخل عليه وجده يدخن يسمع للغناء مثلا، هو يعلم أنه لو أنكر عليه فصله من الوظيفة، هنا يترتب على المنكر منكر أعظم، ضرر أعظم وأشد، خلاص لا تنكر. إذن من شروط الإنكار المنكر باللسان القدرة،
وأن لا يترتب على ذلك المنكر منكر أو ضرر أكبر. إذا ترتب عليه منكر مساوي هذا محل خلاف بين أهل العلم، لكن أيضا لا يجب عليك أن تنكر. طيب الإنكار باليد، هذين الشرطين اللي هو القدرة وأن لا يترتب عليه ضرر أكبر، ويضاف إليه شرط ثالث مهم، وهو أن يكون ممن له ولاية، كولي الأمر على رعيته، وكالأب على زوجته وأبنائه، يعني كالزوج على زوجته وكالأب على أبنائه. هذا من الشروط. يستثني بعض أهل العلم استثناءات معينة، مثلا إذا كان الإنسان يعيش في بلاد ليس فيه إنكار أصلا للمنكر، فهنا إن استطاع أن ينكر باليد جوز له بعض أهل العلم ذلك. وكذلك إذا كانت مصلحة الإنكار باليد المرجوة المحتملة أعظم من المفسدة المرجوة المحتملة، هنا يشرع لك الإنكار باليد. هذه استثناءات معينة، ليس هذا مقام بيان ذلك، لكن المهم أن تعلم أن هذه الأمور الثلاثة فيها تفريقات. طيب ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الأثر قال: هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر. نرجع إلى الدرس السابق إن كنتم تذكرون، ذكرنا أن الإنسان قد ينتكس قلبه ويكون كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشيء من هواه. أنت اليوم إذا وجدت الناس، وإذا وجدت من نفسك أنك إذا رأيت المنكر أنكرته بقلبك وضاق صدرك به، فأنت على خير. وإذا وجدت خلاف ذلك فاعلم أنك ومن هو مثلك على خطر عظيم. هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف ينكر. ليش طيب أنت على خطر عظيم؟ لأن هذه ليست صفات المؤمنين، وإنما هي صفات المنافقين. الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء. شوف الوصف هنا أولياء، بعد شوي بيجي وصف المنافقين كيف ذكرهم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يساعدون بعضهم في هذه الأمور، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. طيب والمنافقين؟ والمنافقون والمنافقات بعضهم إيش؟ أولياء؟ لا، ما هم أولياء بعض، بعضهم من بعض، من جنس بعض، على شاكلة بعض، يعملون على شاكلتهم. والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، ما عندهم تعاون مثل ما عند المؤمنين من زكاة مال وصدقات وغير ذلك، ويقبضون أيديهم، نسوا الله أي تركوا أمر الله، فنسيهم أي تركهم الله تبارك وتعالى. إذن هذا علامة المؤمنين، القلب الحي الذي ينكر المنكر ولا يرضى به أبدا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثم جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو عند مسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب. الحواريون والأصحاب هم الصفوة، هم الصفوة من الأتباع والتلاميذ، يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف. الخلوف من يأتون بعد الصالحين ممن هم لا خير فيهم، وهم جمع خلف وليسوا جمع خلف. جمع خلف هم الذين يأتون بعد ذلك، لكن الخلف هم الذين لا خير فيهم، كقوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، يقولون ما لا يفعلون، يتكلمون بأمور وهم ينسون أنفسهم، يأمرون بذلك غيرهم وينسون أنفسهم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس ذلك من الإيمان، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وهذه الصفات المنافقين، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. وله عن أم سلمة رضي الله عنه مرفوعا: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ. قبل ذلك إنه يستعمل عليكم أمراء واضح، فتعرفون وتنكرون ما معناها؟ فتعرفون أي تعرفون من أعمالهم الشيء الحسن، يعني ترون من أعمالهم أعمالا حسنة، وتنكرون أي ترون من أعمالهم أعمال منكرة، فبعض هذه الأعمال حسن وبعضها إيش؟ قبيح. فمن كره فقد برئ. كره هذا إيش؟ إنكار بالقلب ولا باللسان ولا باليد؟ بالقلب. فمن كره بقلبه فقد برئ ولله الحمد. هذا هو اللي تكلمنا عنه، الرضا بالمعصية، من لم يرضى وكره بقلبه فقد برئ. فمن كره فقد برئ
ومن أنكر فقد سلم، من أنكر فقد سلم، سلم من الإثم، سلم من الوزر، سلم من مشاركة في ذلك الأمر. ولكن من رضي بقلبه وتابع بفعله فهؤلاء هم الهالكون. جاء في رواية فأولئك هم الهالكون، هذه الرواية ليست في كتب الستة لكن هي أصلا واضحة من معنى السياق. ولكن من رضي وتابع فأولئك هم الهالكون. واعلموا أيها الإخوة أن هذه الصفات التي جاءت في الحديث السابق، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، هذه من صفات من رضي بالمعصية ولا يكرهها. تجد بعض الناس يفعل من المعاصي ما يتقرب به إلى الغير فقط، قد يكون هو لا يريد أن يفعل المعصية لكن يريد أن يتقرب بها إلى الغير، وهذه والله علامة شؤم وعلامة نذير وعلامة هلاك ونذير للأسف الشديد. ليس هلاك هذا هؤلاء الأفراد بل هي نذير الأمم. ومما يذكر في التواريخ وذكره أهل العلم أن الأمم إنما تهلك إذا وجد من شبابهم الفعل ومن شيوخهم السكوت. من شبابهم يعني من هم في سن الشباب، والشيوخ أي الكهول. إذا وجد من شبابهم الفعل ومن شيوخهم السكوت هلكت تلك الأمم، هلكت تلك الأمم. وهذا الأمر كان عند بني إسرائيل وعند الأمم الهالكة السابقة التي أخبرنا الله تبارك وتعالى عنها في كتابه العزيز. وتأملوا هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. والحديث رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. فالواجب عليك أيها الأخ المسلم أن لا ترضى بالمعصية أبداً وأن يكرهها قلبك، ولها علامة لهذه المعصية علامة. ما هي علامة كراهتها؟ الابتعاد عن أماكنها وعن مجالسة أهلها. ولذلك يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طيب إن قعدتم إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وتأملوا قصة أصحاب السبت: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، نهاهم الله عن الصيد يوم السبت، من بني إسرائيل من قوم موسى نهاهم عن الصيد يوم السبت، فماذا فعلوا؟ وضعوا الشراع يوم الجمعة وسحبوه يوم الأحد وقالوا ما صدنا يوم السبت تحايلا على الله جل وعلا. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. ابتلاء، ابتلاهم الله بأن تأتي الحيتان يوم السبت، يوم سبتهم شرع ويوم لا يسبتون يعني بقية الأيام لا تأتي. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. تأملوا المنكرين هنا: وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا مين؟ ثلاثة صناف هم: قوم فعل، وقوم سكت لما تعظون قوما الله مهلكهم، وقوم أنكر. قال الله: أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. إذن الذي ينجو هو الذي ينكر، الذي ينجو هو الذي ينكر. طيب والفئة الثالثة الساكتة سكت الله عنها، واختلف فيهم أهل العلم هل كانوا ممن عذب مع هؤلاء ولا كانوا ممن نجا. إذن لا تجلس مع أهل المنكر ولا تكن قعيدهم وجليسهم، أنكر عليهم وانصرف عن مجالسهم، وإن جلست إنك إذا مثلهم. ومما يحزن والله عليه أيها الإخوة اليوم أن نرى كثيرا من أهل الصلاح يرجون في مجالس المنكرات ولا ينكرون،
وإذا أنكروا استمروا في قعودهم وجلوسهم أماكن المنكرات مجالس المنكرات، وهذا نذير شؤم، وهو والله نذير هلاك. فاحذروا من ذلك غاية الحذر، وعليكم ألا تجلسوا في هذه المجالس، فإما أن تنكر وإما أن تنصرف. ولك أن تتأمل اليوم كيف تجد الأب يخرج ويذهب إلى السوق إلى المسجد، تجد امرأته لا تلبس اللبس المحتشم، تجد ابنه قد لا يصلي، يذهب الأب من البيت للمسجد وابنه في البيت يلعب بالألعاب، ولا يجلس عند الباب ما يذهب إلى المسجد. إذن هذه صفات المؤمنين؟ لا، هذه صفات المنافقين. ولو تذكرون أننا، لعلي أختم بهذا، لو تذكرون أننا في درس أشراط الساعة ذكرنا لكم حديثا عظيما عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام. قال كما عند أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وصححه وحسنه الألباني رحمه الله تعالى، قال يكون من أمتي أقوام، يكون من أمتي في آخر الزمان أقوام يذهبون إلى المساجد على المياثر. وش المياثر؟ المراكب المريحة اللي ذكرنا لكم حينها أنها السيارات، كما قال الألباني رحمه الله تعالى، يركبون على المياثر. نساؤهم، شف، نساؤهم كاسيات عاريات، رؤوسهن كأسمنة البخت، كأسنمة البخت العجاف، إلعنوهن فإنهن ملعونات. ولو كان أمة من الأمم بعدكم لخدمهم نساؤكم كما خدمكم نساء من قبلكم. شوف شلون. طيب ليش الأب يجي للمسجد على هالمياثر ويترك زوجته، ولا يخرج معها اليوم كاسية عارية، ولا يترك أبناءه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر؟ لماذا؟ وأقبح والله منه من يسخر دينه لإرضاء غيره. جاء عن عمر بن العزيز رضي الله عنه أنه قال يوما لقومه وجلسائه: من أحمق الناس؟ من أحمق الناس؟ قالوا: أحمق الناس من باع آخرته بدنياه، يعني قدم الدنيا على الآخرة. فضحك وقال: ألا أخبركم بأحمق من ذلك؟ تعجبوا: من أحمق من هذا؟ قال: من يبيع آخرته بدنيا غيره، يعني لا يستفيد لا دين ولا دنيا. من هذا؟ من هذا الأحمق؟ هو الذي اليوم يترك أوامر الله لإرضاء المخلوقين، ويفعل الأفعال الذي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ويقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. هؤلاء المنافقين هم الذين في النهاية يخسرون الآخرة والدنيا، عاذنا الله وإياكم منهم ومن أعمالهم. اللهم يا حي يا قيوم، أصلح قلوبنا جميعا وردنا إليك ردا جميلا، واجعل قلوبنا من القلوب الحية التي ترضاها يا حي يا قيوم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.